بصوا يا جماعه، في المورا ضافت اي اي بيتس في الموبايل، وممكن انك تستخدمه في انك تعمل ريلز او فيديوهات ريلز بموسيقى لايقه على المود بتاع الفيديو في ثواني حرفيا، انت مش محتاج تعمل اي حاجه تانية، اضغط بس عليها. هو مختار الاغنيه، اعمل تشوز ميوزك، اختار الاول الموسيقى، المود، الستايل، وبعد كده نكمل. فيلا بينا نبدا. اتس نوت فير ده اغنيه عامله ازاي. اختار بعد كده شوية فيديوهات وكاتب لك ان يفضل يكونوا 27 على الاقل فيديو كليب. فانا وامنا كنا نزلنا في يوم نصور على البحر البحري، فهختار من هنا حبة فيديوهات ونسيبه يحمل. ماشي، انا اخترت حوالي 20 فيديو كليب، ونعمل بعد كده جنريت. هنعمل عامة فيو ليتر ونسيبه كده هوت. ولو عايز تشوف اللي اتعمل هتلاقي في الثلاث شروط اللي فوق خالص في النص دول ظاهر لك. هو وصل 69% شويه ويخلص. اهم حاجه ما تقفلش الموبايل ولا تطلع بره الابلكيشن عشان ما يعلقش، وخلاص يفضل على كده دقيقتين يعني تقريبا في الحدود دي. والفيديو خلص معانا، وتعالى بقى نشوفه. مدته 19 ثانيه ماشي مع البيتس بتاع الاغنيه، وبيعمل معاها كاتنج. كل ما يزيد البيتس كل ما بيزيد الكاتنج بتاعه. عيبه الوحيد ان هو مش عامل مثلا تلوين، وبس انت ممكن ترفع لفوق، وبعد ما يخلص الفيديو تقدر بقى تضيف فلتر تلون، تعمل اللي انت عايزه. بعد ما يتحفظ تحطه تاني جوه البرنامج، وده على اخر تعديلات في الالوان. اللي انا بفضل اعمله ان انا الون الفيديو قبل ما انا او المقاطع اقصها عشان اخد النقاط اللي انا عايزها بالظبط، لكن هو عامه كويس في اختيار اللحظات المهمه، فعمل اختيارات لطيفه جدا الصراحه. يعني مش عارف شايفين ولا لا، فهو عمل اختيارات لطيفه جدا. بعد كده اعمل كلمه اكسبورت، اختار الريزولوشن واختار الابعاد واختار الدنيا دي كلها، وبعد كده اعمل اكسبورت، احفظ الفيديو بتاعك وخلاص كده. انا غلطت ان حطيت فيديو بالعرض مع فيديوهات بالطول، فهو اتحفظ بطريقه غريبه جدا. ما تنساش تحمل برنامج في المورا للموبايل من رابط في صندوق الوصف، والكمبيوتر برضو من رابط في صندوق الوصف. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.